احنا النهارده بنزور العيادة المتنقلة في منطقة الزرقاء، وانا معايا دلوقتي بسم الله ما شاء الله اختنا الصيدلية نمارق، الدكتورة غرام والدكتورة مرح مصعب مصطفى، مساعد برامج محمد ربابة، اخونا احمد الحمد لله، انور ثاني كابتن الفريق، واختنا آية، واخونا الدكتور مصطفى، واخونا ذو القرنين محمد العجلوني ابو ابراهيم. العياده دي تعتبر فخر ليس فقط للاغاثه الاسلاميه بس لاي مؤسسه بتعمل علشان تتنقل الخدمات من مجتمع لمجتمع، من قريه لقريه، من حي الى حي، من مدينه الى مدينه. وحب نشكر كل الشباب اللي ساهموا في اعداد هذه المسيره، خاصة مكتب الإغاثة الإسلامية في أمريكا، ونتمنى منه إن هو إن شاء الله يزيدنا ويزيدنا الخير من عندهم إلى آخره. حابة تقولي حاجة، رسالة معينة؟ شكرا لكل متبرعينا وبالأخص إسلامك ريف USA، عشان من دون التبرعات هاي ما كنا نقدر نوصل للناس اللي بحاجة أكثر إلى هاي العناية الصحية، بالذات لما ننتقل بالعيادة المتنقلة إلى المخيمات العشوائية اللي ما في ولا أي رعاية صحية قريبة عليهم. شكراً لكم جميعاً، لكل المتبرعين، احنا بدونكم ما كنا حنعرف نشتغل، وفعلاً احنا بنقدم جهودات عظيمة هون، وهذا كله من خلال دعمكم. شكراً لكم والله يعطيكم ألف عافية. شكراً جزيلاً، thanks for all your support. الله يعطيكم العافية. واحنا هدفنا خدمة المجتمع المحلي واللاجئين السوريين، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع ان شاء الله. شكرا للجميع، شكرا للداعمين، وطبعا شكرا اول شيء لله سبحانه وتعالى انه رزقنا هذا العمل اللي احنا بنخدم فيه الناس لوجه الله. شكرا لداعمكم، وان شاء الله نكون قد المسؤوليه لحمل الامانه اللي انتم بتسلمونا اياها، واحنا نوصل الرعايه الطبيه لاكبر قدر ممكن من الناس المحتاجه. شكرا لكل حدا دعمنا بانه ننجح بهذا الشيء، وان شاء الله بنكبر لقدام وبنساعد ناس اكثر. طبعا احنا بنشكر الداعمين كلهم، يعطيكم العافيه وجهودكم مشكوره، وان شاء الله نكون قد المسؤوليه ونقدر نوصل اكبر من فئات منك ان شاء الله باذن الله. شكرا لكل شخص بدعم المشروع الكبير الصحي الانساني من الدرجه الاولى، خصوصا احنا بنوصل لمناطق نائيه بالمملكه، والعياده عن جد وصلت لناس اول مره بتوصلهم منظمه دوليه انسانيه طبيه بتقدم خدمات الطبيه في الميدان. وشكرا لزيارتك استاذ. شكرا للجميع، شكرا للداعمين، شكرا للاطباء ولجميع الاستاف اللي بيمارسوا جهود جباره في خدمه المجتمع المحلي.